العرش هو سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. لكن هذه المخلوقات لا يمكن أن تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، أو أن يكون الخالق سبحانه وتعالى محتاجا لها. نعم، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه. نعم، وهو مستغني عن العرش وما دونه. نعم، وقد نعم، لا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى.